نحن شلون بدنا نحسبهم في عنا حساب قبل كل شيء هدول اثنين أربعة خمسة ما لنا علاقة فيهم ما بنحسبهم من حردة الأكتاف ليش لأنه انتي بدك تعتبريهم أنت من البريسيل بدك ترجعي تضميه تمام يلا هلا شو بدنا نحسب كمان من هون من هذا الطرف الثاني بنقول اثنين أربعة خمسة ما بدنا يا هون هدول هلا بدنا نحسب حساب الكتف نحن الكتف بالنسبة للطفل عمره ثلاث سنين نعرفه حافظينه 12 غرزة 2 4 6 8 10 12 من هذا الطرف 12 وهذا 2 4 6 8 10 12 تمام هلا هذول بيبقوا معنا بالنص بدنا نوزعهم على الحردة الاب المدوره بنقول واحد بواحد واحد بواحد من الطرفين ناخذهم 2 ب2 هذول القاعده العامه ما نستغني عنها 3 ب3 وكل شي بضل معانا بالمنتصف بدنا ناخذه سوا، اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة، ليش انا ظبطتها لهي بالنص مشان وقت بدنا نقطعها تنقطع معانا عند الضفرة تماما، من. يلا بنشتغلها انا وياكم هلا كيف بدنا نظبطها، كيف بدنا نساوي التقسيم تبعيتها، نحن هلا هون عم نشتغل حبة الرز، هي عدلة بدها تصير مقلوبة، هلا هي مقلوبة عدلة هدول ما بنحسبهم من حرده من حرده الكتف لانه هدول حالك انت اشتغلتي بلسة جاهز تمام هاي اثنين اربعه خمسه خلصنا اجينا لسبعية الضفره هي ايه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12. 12 تمام هذا 12 تبعوث الكتف هلا بنقول وحدة وهي بوحدة هلا عنا التنتين واحد وهي اثنين هلا عنا ثلاثة واحد اثنين وهي الثالثة عظيم وصلنا للمنتصف تمام هلا بدنا ناخد معانا عشر غرز كلياتهم فرز سحبة يلا ها اه. اي وحده هلا احنا عم نحرض قبه مدوره انا ما بدي ساويه مفتوحه من الامام سبق وحطيت لكم فيديو مفتوح من الاداء امام اي وحده وهلا هي الثانيه عم نحرض نحن اثنين هي ثلاثه هلا الرابعه